تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك تفلح، إذا أردت الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة فتمسك بحبل الله واتبع الهدى، هذا هو سبيل الفلاح، والفلاح هو كثرة الخير ونيل السعادة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه هي أسباب الفلاح. إذا كنت تريد الفلاح فعليك بهذين الأمرين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى وتجنب البدعة، يعني أمور ثلاثة: تمسك بكتاب الله واتبع الهدى وتجنب البدع، بهذا تحصل على الفلاح. فإن أخللت بواحدة من هذه الثلاث فإنك تخسر ولا تفلح أبدا. من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فضد الفلاح هو الخسار والعياذ بالله، ولم يخسروا الأموال، خسروا أنفسهم. كون الإنسان يخسر نفسه هذا أشد الخسار والعياذ بالله. نعم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم.